تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج نفتح آفاق التواصل معكم مستمعينا لاستقبال آرائكم ملاحظاتكم واقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. فهي ساعة إذاعية نتمنى أن نقدم الفائدة الكبيرة والمرجوة منها إن شاء الله. في البداية نرحب أيضا بطاقم البرنامج، معنا في التنسيق ميرا الإغفلي، وأيضا معنا في الإخراج بنوح أيمن سرحيل، واليوم تشاركني التقديم دكتورة بدرية الحرمي. صبحت الله بالخير دكتورة. صبحك الله بالنور والسرور محمود، صباحكم حب وإيجابية، صباحكم سعادة وتفاؤل أعزائي المستمعين. نحب نذكركم بأرقام التواصل 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية 4006. اتذكروا أن مشاركتكم دائما تهمنا وتسعدنا. طيب دكتورة، أيضا عندنا مبادرة دمي الذكية لهيئة الصحة بدبي، نبغي نذكر بعملية التصويت لهذه المبادرة. تقول لأن قطرة من دمك تساوي حياة. هذه المبادرة ضمن ثمانية مبادرات تم ترشيحها إلى برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية. طبعا طرق التصويت يعني بسيطة جدا، ممكنكم تتعرفون عليها من خلال العديد من المنصات الخاصة بالتواصل الاجتماعي على حسابات هيئة الصحة بدبي، ولكن أيضا هنالك بعض الشروط للتصويت لهذه المبادرة من خلال يعني أهم شرطين، أن ما يكون الشخص موظف في أي دائرة حكومية من دوائر حكومة دبي. الشرط الثاني أن يكون يعني أكبر من 18 سنة. شو تبغين تقولي حق التصويت هذا دكتورة؟ نبغى نقول لكم ان هاي وايد مهم ان تصوتون، لان هالمبادره جدا مهمه، وطبعا اكيد يعني يعني بتعود بالفائده لوايد ناس محتاجين لهذا الشيء. صحيح، لان اصلا دم الانسان دائما نقول ما له بديل دكتوره. صحيح، يعني الواحد اذا بيمشي وبيتبرع ما يعني هو عمل بالعكس إنساني. هو بيفيد نفسه وبيفيد غيره بعد. جميل. والتطبيق نفسه تطبيق دمي، اتمنى انكم تنزلونه. هو مكتوب دمي بالعربي وبالانجليزي، دمي، ممكن تحصلونه على متجر جوجل وايضا على متاجر الاي او اس اللي هو الخاصة بالآيفون والأبل، فتحصلون هذا التطبيق نزلوه، وايد بيفيدكم، بيوفر عليكم وقت كبير في عملية التبرع بالدم. اختصر عملية التبرع 20 دقيقة دكتورة، يعني قبل كانت تاخذ ساعة، الحين على طول مجرد ما انك انت تعبي كل بياناتك في البيت وانت جالس مرتاح تعبي، يعطونك مثل باركود توصل هناك تحط الهوية اسكان حق الباركود وتدخل على طول على الفحص الطبي وبعدها على التبرع بالدم، ما في داعي تقعد وتعبي الاستبيانات وكذا. فهي يعني نقلة نوعية في عملية أتمتت آليات العمل أو بروسس العمل الخاص في التبرع بالدم. فإزاهم الله خير، تطبيق يستحق يعني التواجد ضمن كوكبة التطبيقات الذكية لجائزة حمدان بن محمد الذكية. ويا ريت لو الناس تشجع
بعد أن يعني تشجع غيرها بعد أنهم يستخدمون هالتطبيق وأنهم يعني يبادرون في هال يعني الإنجاح. التبرع بالدم أيضا. والتبرع بعد. التبرع له فوائد كثيرة على جسم الإنسان. صحيح. صحيح. فعشان كذي نحن دائما نقول إنه يعني من 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 أرقى عمليات ال يعني التبرع أو الصدقة. أو شو ممكن من أرقى العمليات الإنسانية اللي الواحد ممكن يقدمها اللي هي التبرع بالدم. صحيح. عموما يقول لك الجروح والحروق تلتئم بوتيرة أسرع أثناء النهار. سمعتي هالمعلومة قبل دكتورة؟ لا وأنا ما سمعت المعلومة قبل فحين أبغى أسمعها منك. إنزين لا أنا بقراها على السريع وباخذ تعليقك كذلك على الدراسة هذه. يقول قال علماء أن الساعة البيولوجية تجعل الجروح والحروق التي يصاب بها الإنسان خلال النهار تلتئم وتشفى بوتيرة أسرع بنحو 60% مقارنة بتلك التي يصاب بها خلال الليل. من شأن هذه النتائج أن تؤثر على الجراحات والأدوية. طبعا هذه نشرت في دورية اسمها Science Translation Medicine. أوكي. كاتبينها بالعربي لأنها أظهر العلماء للمرة الأولى كيف تنظم الساعة الداخلية للجسم التئام الجروح عبر خلايا الجلد وتحسن من الشفاء خلال النهار. وخلص العلماء إلى نسبة الشفاء من الحروق التي تحدث الإصابة بها بين 8 مساء والثامنة صباحا تصل بعد 28 يوم في المتوسط إلى 95% مقارنة مع تحقيق هذه النسبة بعد 17 يوما فقط من حالات الإصابة بالحروق بين الساعة 8 صباحا والثامنة مساء. وتنظم الساعة البيولوجية للإنسان كل خلايا الجسم تقريبا وتقود دورات على مدار 24 ساعة للكثير من العمليات مثل النوم وإفراز الهرمونات والهدم والبناء. والسر في تسارع عملية الشفاء من الجروح أثناء النهار يكمن وفقا للعلماء في أن خلايا الجلد تتحرك بوتيرة أسرع لعلاج الجرح ويتم إفراز المزيد من الكولاجين وهو بروتين البناء الرئيسي في الجلد في المنطقة المحيطة بالجرح. يعني يتضح فيها كيف تحدد الساعة البيولوجية داخل خلايا الجلد فعالية محاربتها للجروح. يعني اللي يفكر أنه يتعور الصبح. أحسن. طبعا أكيد يعني هاي دراسة شو نقول عنها دراسة مهمة وجدا مفيدة لأن مثل ما ذكرنا الساعة البيولوجية عبارة عن دورة تتكون من 24 ساعة اللي هي ساعات اليوم ورب العالمين يعني أكرم الإنسان وبعد في نفس الوقت يعني أكرمه بالساعة البيولوجية أنه فطرنا على هالساعة البيولوجية اللي من وظيفته ومن أهمها أنه تتحكم وظيفة الإنسان خلال النهار وخلال الليل وجعلنا النهار معاشا وجعلنا الليل لباسا. صحيح صحيح. وبالإضافة أنه تتحكم فبالتالي تتحكم بالنوم باليقظة بالحاسيس الجوع تتحكم كذلك بشو بعد بإفراز بعض الهرمونات. فالشيء اللي كيف الرابط يعني بين الساعة البيولوجية والتئام الجروح أن الساعة البيولوجية أصلا تتأثر بالنور وبالظلام يعني يعني تتأثر فأي خلل في الساعة البيولوجية ممكن يأثر على صحتنا ممكن يأثر على سعادتنا في نفس الوقت. فمثلا يعني في بالليل يقل إفراز هرمون الميلاتونين اللي هو من وظيفته انه في الليل قصدي يزيد اللي من وظيفته يساعدنا على النوم بس في النهار هذا الهرمون يقل. فالساعة البيولوجية أصلا مرتبطة بالنور وبالظلام فبالتالي يعني هنا في الدراسة هاي شو تقول إن الكولاجين معناته أنه يزيد إفرازه خلال النهار. صحيح. بهالطريقة أنهم سووا الرابط بينه وبين الساعة البيولوجية مالنا. وهذا طبعا أكيد بيكون مهم ليش لأنه بيشجع العلماء أنهم يسوون أبحاث يعني ممكن أنهم يعني يكتشفون بعض الأدوية المهمة لجراح يعني لعلاج الجروح واللي هالأدوية اللي ممكن نتناولها خلال النهار مثلا أو ممكن بعد ان هاي حتى العمليات الجراحية يعني ممكن ان احنا نأجلها لوقت النهار.
يعني ممكن تعطي آفاق يعني للبحوث هذه. جميل. وأيضا هناك كثير من الدراسات في عملية أن الواحد كيف ينام نوم صحي عميق، وعندنا في مستشفى راشد عيادة خاصة بالنوم الصحي. هذه العيادة الواحد ممكن يوصل هناك وينام، يحطوا له مجموعة أجهزة يقيسون الأمراض اللي هو يعاني منها خلال النوم، منها الشخير، منها وايد صعوبة التنفس. أيضا وصلوا مرحلة جزاهم الله خير في مستشفى راشد بتوفير بعض الأجهزة حتى وانت في البيت ممكن تركب الجهاز هذا ويقيس لك المؤشرات اللي يحتاجها الدكتور في عملية التقييم أثناء النوم. فالنوم عملية ضرورية جدا في أن الواحد لازم ينام بهدوء، بعيد عن الأشعة الضارة، بعيد عن التلفون، بعيد عن التلفزيون، في مكان ما يكون فيه نور، لأن وايد مهم أنك أنت تنام بعمق. فشغلة جميلة، لأن النور الصناعي هذا أو الإضاءات الصناعية تأثر على إفراز الهرمون هذا، هرمون النوم. أنت عندك مشكلة في الرقاد دكتورة؟ لا الحمد لله، نركض وقت ونقعد وقت. أنا أرقد أي مكان، هاي صراحة نعمة. ايه ما عندي مشكلة اني انا ارقد في اي مكان، حتى احيانا ساعات اغمض عيني شي خمس دقائق انش يعني مثل بطارية تشرشها. ما شاء الله. اذا الحين شي بتنحسد بعدين تقول على الهوى بعد؟ لا يا ليت انحسد. الا النوم. الا النوم. انزين عموما بنوصل معاكم على فاصل وراجعين. صحة وسعادة. صبحكم الله بالخير، أهلا وسهلا فيكم أعزائي المستمعين مرة ثانية في برنامجكم صحة وسعادة. هالبرنامج تقدم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة نور دبي. اللي حاب يشاركنا نحب نذكركم أرقام التواصل 600-551-414 وعبر الرسائل النصية 4006. شاركونا، مشاركتكم تهمنا وتسعدنا. اليوم فقرتنا بتتحدث عن خدمة جدا مهمة وجدا متميزة، خاصة للناس اللي يعانون من مشاكل في السمع واللي عندهم بالأخص فقدان السمع. هذه الخدمة تتكلم عن زراعة القوقعة. جميل. قبل ندخل في تفاصيل هذا البرنامج مستمعينا، نحن نبغي نخبركم ان التفاعل مع هذا الموضوع مهم جدا، وايضا من خلال طرح هذا الموضوع انتم اصلا بتشوفون ان الفقره تستحق المداخلات. فاللي عنده اي مداخله نتمنى ان يتصل على الارقام اللي ذكرتها دكتوره بدريه. قسم الانف والاذن والحنجره في مستشفى دبي من الاقسام التخصصيه المتميزه اللي عندها برنامج متكامل لتقديم خدمة زراعة القوقعة وإعادة السمع للمرضى وفق أحدث التقنيات والممارسات الطبية العالمية. هذا القسم يشهد زيارات حتى مش من دبي ولا من دولة الإمارات فقط، أيضا زيارات عالمية، عندهم الكثير من الإنجازات العالمية اللي تحققت. فعشان شيء نحن بناخذكم في هذه الجولة مع الدكتور جمال قسوم استشاري أمراض الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى دبي. صبحك الله بالخير دكتور. صباحك النور دكتور. صباح الخير، وصباح الخير للأخوة المستمعين. أهلا وسهلا فيك دكتور، ونحب نشكرك على تواجدك اليوم ويانا في الاستوديو، وياريت لو تحدثنا بداية عن هالبرنامج بشكل عام وكيف بديتوا بتقديم هاي الخدمة. بدت وحدة زراعة القوقعة بمستشفى دبي تتكامل منذ حوالي 5 سنوات. عندنا فريق متكامل. زراعة القوقعة عبارة عن فريق وليس وان مان شو أو الإنسان الواحد. تتكون الثلاثة الرئيسيين هنين: الجراح اللي بيعمل العملية، استشاري السمعيات، استشاري التخاطب. إذا احتاج نعمل استشارات نفسية، إذا لقينا في الطفل عنده مشكلة نفسية بنعمل استشارات نفسية، نتأكد ما عنده أي مشكلة نفسية أو مشاكل عقلية أو تخلف، نستعين بالفرق الأخرى. وتيجي الطفل، فإذا وجود الوحدة المتكاملة بنفس المكان بيساعد كتير أن المريض بنفس المكان يأخذ الدراسة الكاملة المتكاملة اللي بتهيئه للعملية. ممتاز. عادة اللي بيجي الطفل بتعرف شكوى اللي هي نقص السمع، بيراجع أول شيء الأذن والحنجرة، بيعمل له فحص سريري متكامل، بعدين بيحوله لقسم السمعيات.
عندنا قسم سمعيات بمشفى دبي مجهز بكافة الأجهزة الحديثة الموجودة بأحسن المختبرات العالمية بإشراف استشاري متخصص في هذا المجال، بيعمل له تقييم سمعي شامل. هنا نوعين من التخطيط، التخطيط الموضوعية اللي بالإنجليزي objective، والتخطيط الشخصية. التخطيط الموضوعية عبارة عن تخطيطين أو ثلاثة، جذع دماغ، تخطيط مع وقت الطبلة، تخطيط البث الصوتي الأذني. في اختبارات شخصية بناخد استجابة من الطفل. هالدراسة ممكن تأخذها من شهر لشهرين لنتأكد من النتائج، بنعيد مرة ومرتين وثلاثة لنتأكد الطفل ما بيسمع. إذا الطفل لقينا لا يستجيب لأقوى المعينات السمعية الموجودة في السوق العالمية واللي هي متوفرة بدبي، وعندها تطلب عملية زراعة الحلزون أو القوقعة. ممتاز دكتور. إنزين شو كم عدد العمليات زراعة القوقعة اللي تمت وتم إجراءها في المستشفى، وشو الفترة الزمنية اللي يعني تحتاج لهالنوع من هالعمليات؟ طيب احنا الى الان اجرينا حوالي 280 عملية في مشفى دبي من بالخمس سنين الاخرانيات، وقت اكتمل الفريق وتنضميت انا الفريق صار الفريق متكامل. بفتخر اني اقول، يمكن اول مرة بنحكيها على الاذاعة، انه نسبة المضاعفات صفر. ما شاء الله. النسبة العالمية، أنا كنت بمشفى هانوفر من أسبوعين، كان عندي زيارة للمركز الألماني للسمعيات. نسبة المضاعفات عندهم من 1.2 ل 1.4. فإذا المفروض يكون عندنا لا سمح الله بحدود 5-6 حالات، إلى الآن لم تحدث أي مضاعفات. هو تفاجأ يعني أنه إحنا ألمانيا وكذا، قلت له والله عندنا بدبي إلى الآن الحمد لله زيرو، إن شاء الله بتبقى زيرو. فإذا ما في أي مضاعفات للعملية، وهي هلا عم نجهز بحث بالموضوع لنقدمه بالمؤتمرات العالمية. نحن نفتخر بهذا الكلام، نفتخر نتوجة العناية اللي هي قبل العملية وبعد العملية والتجهيزات الموجودة أثناء العملية. والحمد لله أنا يعني صرت شاغل قبل ما أجي لدبي شاغل 1000، صار عندي تقريبا 1280 عملية، وهذا يعتبر رقم عالمي. كله ساعد، الفريق المتكامل، المشفى، التعقيم، العناية الموجودة. تعرف هي العناية مشفى دبي حسب الكواليتي، نوعية الخدمات اللي بتقدمها مشفى دبي تضاهي كل المراكز العالمية، لا إذا مو أحسن. طيب فإذا هذا بيساعد جدا لتخفيف أي مضاعفات. جميل دكتور. أنت تذكر أن 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 المضاعفات صفر، زين، فهذا يعني الجودة عالية في تقديم العملية. نعم. أبغى أنتقل أنا لمسألة أن الإقبال على إجراء العمليات في مستشفى دبي واحد من ناحية الجودة، ذكرت أنها جودة عالية والمضاعفات صفر، ولكن ماذا عن التكلفة المالية لمثل هذه العمليات؟ وهل عملية زراعة القوقعة بالتحديد هي مناسبة لكافة المرضى أم هي خاصة بمرضى معينين؟ خلنا ناخذ جانب التكلفة. السؤال الأول بالنسبة للأخوة المواطنين، الدولة مشكورة دائما تقدم توفر العلاج مجاني، توفر العلاج مجاني، والجيد بالموضوع دائما تجي الموافقة بالطرفين. نعم. وهذا عالميا يطبق بكل المراكز بأمريكا الشمالية وأوروبا، دائما نجرى العمليات بالطرفين. عملنا حوالي 9 إلى 10 عمليات بالطرفين وبنفس الوقت، والعملية كلها أخذت 2.5 ساعة اللي هي الطرفين. بالنسبة للوافدين، معظم أو بعض شركات التأمين صارت تدعم الموضوع. الإمام تدعم، بلد الخير الإمارات دائما فيها جمعيات خيرية بتساعد. يعني ما لقيت حدا أنه والله وافد ما قدر يدبر نفسه، ما تكفلته جمعية، ما حدا ساعده. فإذا الأمور بخير، وعنا عدد صار جيد من العمليات. جميل. نحن نذكر بأرقام التواصل 600-551-1414، وعن طريق الرسالة النصية على 4006، وموجودين معاكم على DHA_Dubai في الانستغرام لايف، وأيضا على اللايف الخاص بنور دبي. طيب نجي لجواب سؤالك الثاني، اللي في عندنا شيء اسمه ظروف مثلى لنجاح عملية زرع القوقعة. رقم واحد، عمر المريض. الفترة الذهبية لتعلم الكلام واللغة هو أول 5 سنين من العمر. بتخف كتير بين 5 و10، بتخف كتير فوق 10.
هاي بالنسبة اللي صمم ولادي منذ الولادة، مو اللي صار عنده صمم مكتسب اللي هي بعد ما اكتسب ملكة الكلام. لذلك نتمنى من الأهل اللي بيلاحظوا الإصابة مبكرا، أول شيء بتتركب المعينة السمعية أو السماعة أو السماعتين بعمر 7 شهور، بتنعمل كل الاختبارات، حكينا الشخصية والموضوعية لنتأكد أن الطفل ما عم يسمع بالسماعة. بعمر السنة أفضل عمل لإجراء عملية زرع القوقعة. طبعا بده دراسة شعاعية، دراسة نفسية، بعدها بناخذ القرار وبنجتمع اللجنة اللي هي من 3 الاستشاريين الرئيسيين، ناخذ قرار بالموضوع ونقعد نتناقش نحن والأهل بهذا الموضوع. جميل، ممتاز. شكرا دكتور. الحين عندنا فاصل ونرجع لكم عشان نكمل الموضوع هذا. بس قبل الفاصل نذكر بأرقام التواصل 600-551-414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعي الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. مستمرين معاكم في الحديث عن العديد من البرامج اللي تقدم ضمن قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى دبي، ومعانا الدكتور جمال قسوم استشاري أمراض الأنف والأذن والحنجرة. دكتور، كنا قد توقفنا عند العديد من المواضيع اللي تحدثنا عنها خاصة فيما يخص بزراعة القوقعة، ولكن هنالك سؤال يتحدث عن، يقول أنا عندي صداع على طول ودوخة وأخذت بيتا سيرك بس ما تخف، هل لها علاقة بالأذن؟ هل الدوخة لها علاقة بالأذن؟ هل في نوعين من الدوخة، دوخة تقل رأس، حس رأسه تقيل، هذا مفروض يفحص الضغط الشرياني. أوكي. في دوخة الأذن هي عبارة عن دوار، تحس الدنيا بتدور، تترافق مع غثيان، ممكن تترافق مع أقياء، بس الدوار الأذني ما بيعمل صداع، ما يعمل صداع، يعني الصداع ما له علاقة بال... إذا الصداع مع تقل رأس، أول شيء بده يستشير الطبيب الباطنية. أوكي. إذا قال له ضغطك طبيعي يجب استشارة الطبيب العصبية. طيب سؤال ثاني يقول، ما أسباب حساسية الأنف وعندي دائما بلغم في صدري دائما، هل هذه حساسية صدر؟ هلا ممكن احتمالين، يا الحساسيه بصدره اذا ما عنده ربو، اوقات بيكون هو بحسها بصدره، هي بتكون افرازات عم تنزل من الانف من الخلف، بنسميها سيلان انف خلفي، كل شوي بيحاول يطلعها. في اختبارات حساسيه يا عن طريق الجلد يا عن طريق الدم بتبين شو العامل المحسس. ممكن تعطينا علاجات بنسميها علاجات عرضيه تخفف الاعراض، او اذا عمل اختبار حساسيه وطلع إيجابي لأحد المكونات اللي هو مثلا ممكن يكون العت المنزلي، ممكن يكون الشجر، ممكن أي شيء، في له شيء علاج اسمه علاج المناعي. جميل. اللي هو بيعطوه العامل المحسس بجرعات متزايدة. جميل. هذا دكتور، نحن بدينا دكتورة بدرية الحديث عن الأمراض، فهذا يأخذنا لبعض الخدمات اللي تقدم في مستشفى دبي. هي خدمة المسح الشامل للمواليد، احنا تكلمينا عن ضعف السمع. دكتور ممكن تعطينا فكرة عن هالخدمة؟ كل الولادات الجدد قبل ما يتخرج الطفل من المستشفى بيجرى مسح سمعي. هناك جهاز بسيط جدا نتمنى يتواجد بكل، طبعا موجود بكل مشافي الدولة، بس نتمنى يتواجد بكل المشافي الخاصة. الجهاز هذا شو دكتور؟ جهاز اسمه جهاز البث الصوتي. أوكي. أو البث القوقعي. أوكي. هذا بيعطيك في نقص سمع أو ما في نقص سمع. إذا طلع بيقول لك باس أور فيل، يعني ناجح ولا راسب، إذا طلع فيل أو سلبي بإعادة التخطيط بعد 3 أيام. ممكن يكون سائل أمنيوسي، السائل موجود حوالي الموجود بالرحم داخل للأذن، بنعيده بعد 3 أيام، إذا طلع سلبي وقتها ما بيتحول لقسم الأذن أو الحنجرة، بنعمل الإجراءات الأكثر تعقيداً اللي هي شو دكتور؟ بالعمر بصير تخطيط جزء دماغ. أه. بيعطينا الاستجابة المضبوطة، بيكبر شوي بعد 3 شهور بنعدلها مرة ثانية نتأكد من الموضوع. جميل. فإذا موجود، لذلك ضروري يصير المسح. وهذا إجباري تعملون على كل المواليد ولا اختيار بالنسبة للأهل؟ لا ما في أهل، لا هو ما في تجبرهم، بس ما في أهل قالوا لا. أنت عم تقول لهم طفل كون مننا نتأكد أنه بيسمع، ولا ما صدف علينا أحد اعترض نهائيا. يعني شو أهمية هذا التدخل في هالعمر؟ هلا وجود المسح
بيساعد التداخل المبكر. أهم شيء زراعة القوقعة هو التداخل المبكر بالعمر المناسب. الغاية وتعملي لها بعمر السنة، بده سنتين ثلاثة تأهيل، سنتين أربع خمس سنين يوضع في المدارس العادية. صح. إذا نحن تغلبنا على الإعاقة ومعظمهم عامل دراسة، أنا أكثر من 75% منهم اللي عملوا عمر مبكر راحوا مدرسة عادية. ممتاز. هني أنت الدكتور ذكرت أن وجود سائل من الرحم ممكن يكون في الأذن، هذا يقودني للحديث عن ممكن أن يكون هنالك يعني مي في الأذن أو أمراض الخاصة بالمياه في الأذن. صح. هذيك المياه بتكون سموه بالعربي التهاب الأذن الوسطى المصلي. أها. عبارة عن ارتشاح سائل ضمن الأذن الوسطى خلف غشاء الطبل. بيعمل ازعاج عند الطفل، تلاقوا الطفل هيك عم يشد اذنه اذا الطفل صغير ما بيعرف يعبر. اوكي. وبيعمل نقص سمع خفيف. يعني شو يعني نقص سمع خفيف؟ ما يسمع الكلام المهموس بس بيسمع الكلام العادي. هاي وارده الاصابه عند الاطفال بعمر الطفوله المبكره، بتصير معهم مره لمرتين بالسنه. اهم شيء العلاج المحافظ، ما نتسرع بالعمليه. جميل. دكتورة، موضوع ان الطفل ممكن يشد اذنه، يعني هذه واحده من العلامات انه ممكن الطفل يكون هاي. شو العلامات الثانيه؟ الصياح اللي ممكن، البكاء خاصة، يعني مثلا يقعد بالليل مثلا يبكي فجأة. هذه من إحدى العلامات. بعد ممكن يبكي، ممكن وجود السائل بيأهب للالتهابات المتكررة. الأذن الوسطى عادة فيها هواء، هواء يدخل عن طريق نفير أستاش من الداخل مشان يتعادل الضغط الجوي على طرفين الطبلة مشان نسمع بشكل جيد. صحيح. وجود تفضل. زين دكتور، الحين احنا بما اننا نتكلم عن الأطفال، فشو الأطفال اللي هم عالين الخطورة اللي ممكن يصابون بفقدان السمع؟ كثير حلو السؤال. لأنه اللي راح عليه المسح السمعي أو ولدت مشة صغيرة ما فيها مسح سمعي، بتمنى تصلهم هالرسالة. في مجموعة من الأطفال هدول عالين الخطورة. واحد، إذا ولد خديج يعني مو مكتمل النمو، مو 9 شهور. اثنين، إذا ولد وزنه ناقص أقل من 1500 جرام. اثنين. ثلاثة، صار عنده يرقان ولادي وارتفع البيلوروبين أكثر من 20. شو هذا يرقان الولادي؟ هذا الصفار. أوكي. شو تسموه بالإمارات؟ بصفار. أبو صفار. أبو صفار. إذا صار عنده أبو صفار وطلع البيلوروبين أكثر من 20 ميلي جرام، هذا عالي الخطورة. إذا صار عنده تشوهات بالجمجمة وبالوجه، معناته قد يكون في تشوهات بالإذن. إذا الأم استعملت أدوية سامة للإذن أثناء الحمل مثل مركبات الجنتامايسين اللي هي فئة كبيرة اسمها الأمينوغليكوزيدات، هي ممنوع تستعمل أثناء الحمل. أو هناك قصة عائلية للصمم، إذا في عنده حدا بالعيلة يجب مسح كل أطفال العيلة أول ما يولدوا. بس هذول أطفال عالين الخطورة بوجود وراثية، أو الطفل صار عنده نقص أكسجة ولادية، ولد أزرق واحتاج عناية مشددة، أو حط على الجهاز التنفس الاصطناعي لمدة أكثر من أسبوع، يجب إجراء المسح السمعي. نحن هذول الأطفال كلهم، حتى الأطفال بعد ما يطلعوا من العناية المشددة بمشفى دبي، بنعمل لهم إعادة تخطيط السمع قبل ما يطلعوا من المستشفى. ممتاز. أعزائي المستمعين، نحب نذكركم مرة ثانية بأرقام التواصل 600-551-414. ياريت تشاركونا، وإذا عندكم أي أسئلة ممكن تسألونها. جميل. دكتور، الآن يعني هنالك العديد من الأمراض الشائعة في الأنف والأذن والحنجرة. أنا في عندي سؤال هنا، بس كان يتحدث عن حساسية الأنف، وهل حساسية الأنف هي حساسية الجيوب الأنفية ولا يوجد فرق؟ وشو هو علاج حساسية الأنف؟ يمكن جاوبنا من شوي، ما سمع الأخ المستمع، نرجع نعيد. يعني هو بتحسس الأنف، بتحسس هو جهاز كامل. حتى كنا نقول التهاب أنف، صرنا نقول التهاب أنف وجيوب، راينو ساينوسايتس، ما انفصلناهم بعضهم. عند التهاب الأنف الفتحات الجيوب كتير قريبة، أو هي بتفجر بالأنف، فإذا بيلتهبوا مع بعضهم. حميدة، يجب إجراء اختبارات الحساسية زي الإصابة شديدة. علاجين، علاجات بخاخات الأنف اللي هي علاجات عرضية بتحسن الأعراض. علاج جذري هو العلاج المناعي بإعطائه العامل المحسس بكميات متزايدة، وصار متوفر بالدولة.
طيب، ونفس السؤال ونفس الشخص يعيد السؤال. أنا عندي حساسية في صدري وأنا صغير، لما عملت اختبار بنفس هذا طلع كويس، بس بتجيلي في أوقات الحساسية، ليش ما طلع في اختبار التنفس؟ وليش ان هذه الحساسيه ما تطلع في اختبار التنفس؟ عموما نحن موضوعنا اليوم بعد ما نتكلم عن وايد امور، اني ابغى اتكلم دكتور في وايد مواضيع خاصه بالانف والاذن والحنجره، منها امراض يعني شائعه في هذا المجال، فما ناخذها، لكن ناخذ محمد قبل نكمل الحوار. صبحك الله بالخير محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمه. يعطيكم العافيه. تفضل اخوي. عندي سؤال. عندي حاليا تقريبا مثل شيء انسداد في الاذن الاثنين من داخل. انسداد في الاذنين. اوكي، تسمع الدكتور ولا من الداخل؟ يعني صادني مره احتقان. انا طبعا عندي جيوب انفيه مزمنه وعندي حساسيه وجدي، بس الحين جديده يعني من شهرين تقريبا من داخل الاذن انسداد، احيانا احس بدوره يعني دوخه كذي، يعني مو باتزان، واحيانا الم شديد. زين دكتور، تبغى تسال اي سؤال؟ فحصت أدانك يعني نفولك وجود سداد سملاخية؟ والله ما فحصت. هل عندنا احتمالين لانسداد الأذن؟ زي. طيب شكرا لك. شكرا. عندنا احتمالين لانسداد الأذن، يا انسداد بالأذن الخارجية بالشمع وهذا وارد جدا، أو انسداد نفير أوستاش. والشكل الحالي هو ما عم يحكي بأنه غالبا انسداد من نفير أوستاش، اللي هي نفير أوستاش الفتحة الموجودة بآخر الأنف تنقل الهواء للأذن، كل حركة بلع أو تثاؤب لدخل هواء للاذن الوسطى مثل ما حكينا، يتعادل الضغط عشان تحرك الطبله بشكل جيد، يكون في هواء على يمينه وعلى يساره، متعادل الضغط الجوي بالطرفين. من اهم اسبابها هي انسداد الانف وحساسيه الانف، لان الانف مثل ما حكينا النفير موجود باخر الانف، لذلك ممكن بخاخات الانف اللي هي كورتيزونيه اللي هي او الستيرويديه اللي ما تدخل على الجسم ممكن كثير تساعد الحاله. يفضل يراجع طبيب ويعمل له فحص شامل للاذن الخارجيه الاذن الوسطى والبلعوم الانفي لنهايه الانف، شو مكان فتحه نفير اوستاش، في وزمه، في افرازات انف خلفيه، ويقرر العلاج بناء على ذلك. جميل دكتور، في بعض الأمراض الكثيرة اللي كنا نتكلم عنها، منها يعني تراكم المادة الشمعية في الأذن، منها التلوث الضوضائي اللي ممكن يأثر على السمع، في أيضا انثقاب طبلة الأذن نتيجة بعض الممارسات الخاطئة من قبل الناس. خلينا نأخذ جولة سريعة عن هذه الأمراض. 90% من الناس الله خلقهم تنظف أذنها نفسها بنفسها. بركز على كتير سؤال مهم أو نقطة مهمة كتير. الشمع أو السملاخ باللغة العربية الفصحى هو مادة معقمة لمجرى السمع. نحن فينا نغسل كل جسمنا ما عدا مجرى السمع، ما فينا نغسله، لذلك الله خلق هالمادة المعقمة، وهي عبارة ليست وفاخ. لذلك بيجي واحد بنظف له أدانه بيقول لي والله أنا بتحمم كل يوم، بعمل بتسبح كل يوم، ليش وسخين أداني؟ هذا مو وسخ، هذا مادة معقمة الله خلقها. ماشي. 90% من الناس بتنظف أذنه نفسها بنفسها بطريقتين، بالتبخر او بتجدد البشره. شلون؟ اذا انت كم القميص قلبته بالعكس، البشره هي عم تتجدد بتطلع كل شيء سملاخ لبرا. لذلك نحن لا ننصح باستعمال اعواد الاذان، لانه بتكون الاذن معذبه نفسها عم تطلع وانت تدخلها، انت بترجع هو بس طلع شوي، بس هو طلع شوي دفش الباقي لجوا. ل 10% من الناس اللي ما بتنظف اذنهم نفسهم بنفسهم، وانا واحد منهم، بيروح عن طبيب انف حنجره مره واحده بالسنه بنظف له اذانه. لذلك هي موضوع السداد السملاخية، لذلك هذه مسألة ضرورية لازم نسويها كلنا. هل هو بحسب لا 10%، انت قد تكون من 90، انا من 10. بس شعرت بالانسداد خاصة بالبداية، بيشعر هو مسطح المخدة انه عم تفتح وتسكر اذنه. اذا ضغط الصيوان او ضغط مجرى السمع عم تسكر وتفتح، هون وقتها يمكن مراجعة وبيخف سمعه شوي صغير، يعني شيء بسيط. وممكن هاي اعواد التنظيف الاذن، بس تنظيف الاذن الخارجية من برا، بس بدون ما من برا ما يدخلها. شايفين كثير حالات انثقاب طبلة من وراء الموضوع هذا. جميل. سؤالك الثاني موضوع انثقابات الطبلة، بيجينا كثير انثقابات طبلة سواء رضية او التهابية، رضا نتيجة صفعة مباشرة، رد رياضي ولا واتيفر. عملنا دراسه جديد من بمشفى دبي،
رجعنا 4-5 سنين لورا نسبة نجاح العمليات 95%. ممتاز. وبرجع بقول تضاهي النسب العالمية. في دراسة بإنجلترا, بكل إنجلترا صارت, كان نسبة النجاح عندهم من 65-85%. نفتخر مشهد دبي نسبة النجاح عندنا 95%. الحمد لله. ونسبة العمليات أصلا كثيرة. دكتور ناخذ عبد الرحمن على المكالمة. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام عبد الرحمن, تفضل. أكم الله بالخير, صباحك النور والسرور, تفضل. طول عمركم الله يحفظكم. عندي سؤال اللي هو فقدان حاسة الشم. هذا الأمر يصير يرد علي وتم فترات طويلة, أنا يمكن 12 شهور ما أحس يعني, أو ما يعني أقدر أشم أي شيء, ما كان قوي. هي متقطعة ولا متواصلة؟ متقطعة, لكن هي الفترات الأكثر اللي هي عدم حاسة, يعني انعدام حاسة الشم, هي هاي الفترة أطول. طيب وترجع طبيعية وترجع تشم وترجع طبيعي؟ أنا أستعمل السنجولير, أستعمل بعد بخاخ فيها, لكن عندي حساسية في الصدر. أوكي. لكن صار لي حين من أتوقع من شهر أو شهر ونص اللي حاسة الشم. أنا ما أدري, أنا استعملت شيئين, اللي هو الماء الدافي الصبح أشرب عريق, واستعملت اللي هو المسمار اللي هي القرفة أتوقع, أو أتوقع اسمها القرفة, لا اللي هي بذرة المسمار, حين نسميها مسمار هني. جميل. واضح سؤالك غالي. ودنا في الليل وأشربها الصبح, هذين أنا عقبهم حسيت إن حاسة الشم وايد قوية عندي الحين. فضل الله. ممتاز. إذا عبد الرحمن يقول إن يعني شم القرفة بدأت حاسة الشم ترجع له. حلو. هلا المتقطعة سبب انسداد الأنف, المنطقة الشمية موجودة بقمة الأنف في ذروة الأنف بين العينتين, لذلك أي عائق لدخول الهواء لهذه المنطقة بشكل بخف حالة السمع. طالما متقطعة فإذا شيء بيطمن, ماشي, ما دام ترجع ما في إصابة بالخلايا الشمية. ما يحتاج تدخل جراحي. لا, قد يكون عنده شراف وتيرة, قد يكون عنده ضخامة باللحميات. لا, ممكن علاج بخاخات, وعميش كان عنده مشكلة في صدره. شيء بتترافق التهاب العصبات التحسسي أو الربو مع التهاب الأنف التحسسي. يراجع طبيب, ممكن يعطيه بخاخات موضعية تحل له المشكلة. ساعات عدم الشم نعمة. طيب دكتور, لا هو طبعا اكيد هو نتيجة خلل. عندي جيوب انفية وعيني الشمال تدمع دائما, هل لهم علاقة ببعض؟ وثاني شيء, هل يوجد علاج ولا انه مرض مزمن؟ ما كتب عين من العينتين, عين واحدة؟ اي عين واحدة. لا, انسداد القناة الدمعية. القناة الدمعية بتصرف الدمع على الأنف. قد يكون أسباب أنفية وهي نادرة, أي انسداد بالأنف إذا كان شديد ممكن, وقد يكون في حساسية بالموضوعين, بس عادة بتصير بالعينتين. جميل. لذلك يفضل يراجع طبيب حنجرة بالأول, إذا لا سليمة يفضل يراجع طبيب عينية. طالما طرف واحد قد يكون انسداد بالقناة الدمعية, وهي ممكن يسلكوها بشكل بسيط أطباء العيني. جميل. دكتور عندي سؤال, أنفي على طول مسدودة وحساسية شديدة في أنفي, ما الحل لها؟ وأنا مريض ضغط. ما له علاقة بالضغط. هاي بس الإنسان الأنفي أهم أسبابه هي الحساسية, بس يجب نفي انحرافات الحاجز الأنفي الشديدة وضخامة القرينات. ويكون الحل إما إذا في عنده انحراف بالحاجز الأنفي شديد وضخامة شديدة باللحميات, يكون العلاج جراحي. إذا فقط عبارة عن ضخامة باللحميات, منجرب بخاخات الأنف قبل لمدة 3 شهور قبل ما نأخذ قرار الجراحة. جميل. تفضل دكتور. إنزين دكتور, بما أن موضوعنا اليوم عن فقدان السمع, شو تعطينا فكرة عن فقدان السمع عند الكبار, خاصة فقدان السمع المتعلق بالعمل أو مثلا بمخاطر العمل؟ لا, فقدان السمع عند الكبار يسميه فقدان السمع الشيخي, اللي بيكبروا بالعمر. الأذن مثل أي عضو, مثل يعني كان يمشي مسافات طويلة, بجوز كان ماراثون, صار عمره 70-80 سنة ما عاد يقدر يمشي, فتعبوا مفاصله, بتتعب أذنه, بينزل السمع عند الكبار, خاصة مسميه سلوبين, بتنزل التواترات العالية. يعني هو بحس إنه عم يسمع, ما عم يسمع, لأنه هو بيسمع التواترات المنخفضة اللي فيها الأحرف الصامتة, الأحرف الفولد بالعربي, الصائطة بالعربي, وما عم يسمع بس الأحرف الساكنة مثل الإس الإشلي. يعني هو بيسمع طبيعي, يقول لك أنا عم يسمع, ليش عم تعلي صوتك؟ ما عم فهم عليك شو عم تسمع. فإذا عنده التواترات العالية نازلة, وبالتالي بتأثر على تمييز الكلام. هذا يجب حط معينة سمعية
وأنا دائما مكرر الموضوع مصاب وين ما رحت بالجرائد بالتلفزيونات بالإذاعات السماعة مثل النظارة، السماعة لا تعتبر إعاقة، اللي ما بيشوف منيح مثل ما بيسمع منيح، لذلك بليز حطوا سماعة. أنا أول تأخذ مني ساعة لأقعد، أنا بيكون عمري 70-80 سنة ما مقتنع، أنا ما بحط سماعة. صحيح. بعد معه جلسة طويلة لأقنع بالآخر، إنه عمليا دوب بالآخر يصير عندهم عزلة واكتئاب، لأنه ممكن يتجنبوا كل المكالمات ومتعتهم التلفزيون ما يسمع التلفزيون، لذلك إذا حط سماعة بتحس إنه يعني يأثر على تواصلهم الاجتماعي مع العالم الخارجي. صحيح. جد صار كثير ناس عندهم عزلة ويصير عندهم اكتئاب بالأخير. أنت شوفه لابس نظارة أول شيء ولا لا يوميك؟ كلنا لابسين نظارات. لابسين نظارات؟ أنا بعد اقتناع يعني. أنا لا أنا بعطين الناس مثلا أنا أي نظارات ما بشوف منيح. ما فيني سوء نظارات، فاذا اي سماعه مثل النظاره الوالد ليه ما قنعناه يلبس نظاره هاي روحه شو اسمه. الله يخلي لك. الله يسلمك دكتور. يعني قبل لا نختم، انا ابغي بعض الممارسات في التكنولوجيا الحديثه عطتنا حوالينا وايد امور، منها سماعات دكتور للتليفون او سماعات للاجهزه الصوتيه، هذا من جهه. من جهه ثانيه هنالك بعض السماعات اللي تكون وايرلس كهربائية. هذه الشغلات، هذه العادات الموجودة عندنا دكتور، أبغى أتكلم عنها، هل ممكن تساهم في عملية يعني تأذي الأذن ولا لا؟ هذه من جهة. في سؤال تكلمنا عن التلوث الضوئي بعد كذلك. تفضل دكتور. السماعات يفضل السماعات السلكية. هلا الى الان تعرفي ابحاث اجرت على موضوع الموبايل انه بيزيد حرارة الدماغ وبيزيد كذا. انا كنت اول اوائل الموبايل سكتوا فجاه، الابحاث كومبليت كلير، ما سمعنا عنهم شيء انه موضوع حراره الدماغ وكذا. هن ما لقوا نتائج ولا حدا قال لهم وقفوا الابحاث. اي ما عندي فكره. السماعات السلكيه، السلكيه اللي بتوصل للسماعات، انت بعدت الامواج الكهرومغناطيسيه عن راسك، فاذا بتقلل من الاصابه اللي هي السماعات اللي بتجي مع التليفونات اللي هي السلكيه، هي اقل ايلاما. بالنسبه للضوضاء كنا بنحكي انا والدكتوره قبل ما نطلع على الهواء، انه الضجيج وخاصه الضجيج المهني وضجيج المعامل، يجب قياس مستوى الضجيج بكل معامل. الدكتوره مختصه بالسلامه المهنيه والطب المهني، بعتقد مطبق هذا النظام بالامارات، في قانون يعني يلزمهم بس اللي مو ماله كنترولد اللي هي الحفلات. يعني حضرت كثير حفلات ان كان على راسه ولا كذا، مستوى الضجيج عالي جدا. هذا اللي يفضل يعمل عليه كنترول، لانه عمليا هذا غير مقاس، ما فيك تقيسي، على الاقل ما يطلعوا فوق 85 ديسيبل اللي هي بتاذي السمع عند الموجودين. هذا عرس وحفله دكتور، شو بتقول لهم؟ يعني بتقول لهم ما في ضوضاء؟ يعني هذا مو بعرس، ما تعلي كثير. هلا ليك يعني هذا يكون اذا كان بشكل يومي، اذا ما يسمعون الفريج الثاني هذا مو بعرس. لا 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 اوكيجنالي. هلا انت عم نحكي بالمهني عم يروح على المعمل كل يوم، احنا نتكلم عن اللي يتعرضون لهذا الشيء لهالضوضاء بشكل يومي بشكل دائم. على ما فهمت الدكتور انه كل المعامل بالدوله في عليها كنترول، هذا شيء ممتاز لحمايه العمال. الاستوديو عندنا شو دكتور؟ ما في احلى من السكون. انزين يقول هل تعرف ان الازمه الناتجه من، لا هذا سؤال ثاني ما له علاقه. دكتور هل البلغم في الصدر الدائم له علاقه بحساسيه الصدر؟ وانا صغير كان عندي حساسيه صدر بس خفت شوي، ولكن في بعض الاوقات اتعب من ريحه التراب واخذ بخاخات صدر وايد، تعبت من البلغم، اعمل ايه؟ ولا شكوى شكلها صدرية عنده، خارج اختصاصي، يفضل يراجع طبيب الصدرية اللي هو عنده حساسية صدرية. انزين دكتور، سماع البلوتوث اللي 24 ساعة في أذان الناس شو تأثيره؟ ممكن تصح العالم خاصة الشباب اللي مسوينها موضة أو مثل التباهي بها حتى وهم نايمين في أذنهم؟ والله حكينا يفضل السلكية مو اللاسلكية، لذلك هو المشكلة بيستعملها هلا ما بيقدر بعد 20-30 سنه، وكلمه يا ريت وقتها ما بتفيد، لذلك يفضل تجنب اقل ما امكن. ممكن يزرع قوقعة بعد 20-30 سنه؟ ما بظن توصل لهالدرجه، بس على الاقل يعني صرنا عم نشوف ناس عم يحطوا سماعات باعمار مبكره، يعني ما صاروا شيوخ بالعمر الشيخي اللي هو فينا اللي هو طبيعي يحط سماعه. جميل. طيب نحن وصلنا الى ختام حلقتنا اليوم، نشكر الدكتور جمال قسومة استشاري امراض الانف والاذن والحنجرة في مستشفى دبي، تحدثنا عن الكثير من المواضيع المتعلقة بزراعة القوقعة في مستشفى دبي، وايضا عدد من الخدمات التي تقدم في مستشفى دبي.
شكرا لك دكتور بدري الحرمي. شكرا نشكر الدكتور على تواجد اليوم ويانا وهالموضوع اللي وايد يعني مفيد، وصراحة استفدنا من المعلومات اللي انطرحت فيه، وشكرا دكتور مرة ثانية. شكرا محمود. شكرا ميرا الغفلي كانت معنا في التنسيق، المخرج المتألق دائما أيمن سرحيل، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العري، وحتى نلقاكم بالغد نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.